انا دايما اللي بيهمني من البطولات حتى فكره الفوز اللي هو اكيد بنبص له، بس فكره هنا بقى الماركتنج، السياحه الرياضيه، وان انا اظهر بمشهد رائع جدا قدام العالم كله. وانا عارفه طبعا ان كمان البطوله دي كان فيها تغطيه، يعني مش بس محليا، كانت تغطيه اعلاميه كبيره جدا من مختلف الدول. فخلينا نركز او نبدا بالنقطه دي. اول حاجه كان يهمنا جدا ان البطوله دي النسخه الثالثه لكاس العالم. النسخة الأولى من إن إحنا الحمد لله نلنا شرف إن إحنا نبقى من مجموعة كاسات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس. دي مش حاجة سهلة إن الدول بتاخدها، دي لازم تعمل البطولة عندك لمدة 4 سنين متوالية. ليه الاتحاد الدولي بقى كان فيه ثقة كبيرة جدا إن هو يدي الشرف ده إن هي البطولة دي تقام على أرض مصر؟ لأن هو شاف النسختين اللي قبل كده، شاف حاجات كتير، شاف التنظيم، شاف ان كل البطولة من اصغر حد لاكبر حد كلها سواعد مصرية. احنا ما استعناش باي سكورينج سيستم من بره، ما استعناش باي تكنيشن من بره، ما استعناش باي، حتى الولاد اللي قاعدين على السكورينج اللي بيساعدوا الحكام السكرتارية كلهم من ابناء اللعبة وكلهم مصريين وكلهم مدربين. ودي حاجه طبعا بتدي علامات ان الدوله دي قادره ان هي تنظم بطوله كبيره من الالف. يعني ده مش بس كده، ده اتقال ان النسخه دي هي النسخه الاجمل على الاطلاق من حيث حفل الافتتاح وانطلاق الفعاليات، كل الناس اجمعت على حضرتك كل اعضاء الاتحاد الدولي. طب هو ايه اللي استجد فبقت النتيجه الحلوه دي اللي احنا وصلنا لها؟ الحمد لله الحمد لله، مستوى الافتتاح كل الناس قالوا ان ده من احسن او من افضل اي افتتاح اتعمل في اي بطوله دوليه عالميه. كلهم بعد الافتتاح جم قالوا لنا انتوا خلاص مستعدين ان انتوا تستضيفوا بطوله العالم للجمباز. ما شاء الله، وده شيء طبعا كبير جدا، مش سهل خالص. هي. مستوى الدول اللي كان عندها استعداد كبير جدا ان هي تيجي 40 دوله الحمد لله، مختلف دول العالم. من اوائل اللاعبين اللي هم طبعا حضرتك دي اخر بطوله مؤهله لاولمبياد باريس، حضرتك ما بيجيش فيها اي لعيبه، يعني مش اي لاعبين بيبقوا عايزين يشتركوا في البطوله، ده بيبقوا من كريمه طبعا العالم كله طبعا. فطبعا بتبقى لاعبين اولمبيين ولاعبين عالميين وكلهم حاصلين على ميداليات اولمبيه وميداليات عالميه في الصفوف الاولى. يعني ده برده مش سهل جدا، هو حرصه ان هو يجي، حرصه فرصه كبيره ليه كمان قبل اولمبياد باريس. يعني طبعا حضرتك كمان هي بتبقى فرصه للحكم، يعني هي مش فرصه للاعب بس، لان في حاجه اسمها برضو الحكم بيقيم في البطولات، وعلى مستوى التقييم الاتحاد الدولي بيحط الحكام، كمان الحكم بيتاهل للاولمبياد. كويس قوي. فدي برضو ما يعني هي على كل النواحي هي بطوله مهمه جدا. طبعا على صعيد